الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين بلد الكرام أهل السلام دستورها عالي المكانة والمقام ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي استخلص الحمد لنفسه واستوجب الثناء على جميع خلقه، ناصية كل شيء بيديه ومصير كل شيء إليه وتكلان كل أمر عليه، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمام الهدى وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. أما بعد، معالي رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينل الموقرة راعية الملتقى، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الأكارم، الحفل الكريم، أهديكم سلام من عبير المسك أزكى ومن عبق الشمطر والخزامة، أحبره وأبدي الجهد فيه لمقصود عن الدنيا تسامى، فقد جاءت نصوص الشرع تدعو أولي الإسلام أن يفشوا السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. لا تظنوا أني واهم، فما حالي وحالكم إلا كما قال الأول صبحته عند المساء فقال لي ماذا الصباح وظن ذاك مزاح، فأجبته إشراق وجهك غرني حتى ظننت المساء صباحا. أهلا بالوجوه النيرة، أهلا بالوجوه النيرة في هذه الليلة المشرقة من إشراقة مملكة البحرين والمتوجة باسم مليكها الملك القائد الإنسان حمد بن عيسى الخليفة. ثم إنه من دواعي الفخر والاعتزاز والسرور أن نجتمع بكم اليوم ونرحب بكم في هذا الملتقى الحواري الذي ينظمه مجلس النفاعي للعام الثاني على التوالي بعنوان الملك القائد الإنسان لإبراز منجزات ومكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، والذي نستهله بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، فاستمعوا له وانصتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. وبعد كلام رب الكون هاكم تحيات كطيب العود تلفى، فقد ضاءت بمقدمكم ذرانا ومحفلنا بحضرتكم تحلى، فمرحم بالضيوف بهم سررنا، وأهلا ثم أهلا ثم أهلا. حضورنا الكريم، احتفت البحرين أخيرا بعقدين زاهرين من حكم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، والتي تخللها الكثير من محطات التحول والتغيير التي كان محورها الأول
المواطن البحريني على كافة المستويات ومختلف الأصعدة برؤية ملك طموح اهتم ونجح في أن يدفع ببلاده لأن تكون في مصاف الممالك الدستورية العريقة والمزدهرة. فرأينا الإنسان البحريني وهو يبدع ويقدم كل ما هو ملهم وجديد ورائع في شتى الميادين والحقول، ويقدم دروسا مستفادة للداخل والخارج. وفي هذا السياق يسعدني اليوم أن أرحب معكم بضيوف الملتقى الكرام، وهم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، وسعادة الدكتور عادل الدمخي عضو مجلس الأمة الكويتي، وسعادة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة عضوة مجموعة القادة لمنظمة يونيسف العالمية، والقس هاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية بإدارة الكاتب الصحفي إبراهيم النهام. فليتفضلوا ضيوفنا الأكارم. أسعد الله مساءكم بكل خير، ونرحب بكم كلهم باسمه فردا فردا على حضوركم الكريم اليوم، ونرحب بمعالي رئيسة مجلس النواب السيدة الفاضلة فوزية بنت عبد الله زينل على رعايتها لهذا الملتقى وعلى حضورها الشخصي، ونقدر لكم جميعا تعنيكم المسافة والحضور. واليوم الجميل في ملتقى اليوم هو أننا نجتمع اليوم جميعا في محبة البحرين وفي محبة ملك البحرين، فكم هو رائع حين اليوم يعني أتطلع يميني ويساري فأرى يعني شخصيات تمثل كافة أطياف المجتمع البحريني وكافة طبقات المجتمع البحريني. وفرحنا اليوم وسعدنا حين رأينا الكثيرين من ممثلي الجمعيات الأهلية والجمعيات الخاصة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وهما يحرصون على المشاركة في هذا الملتقى الذي نحاول خلاله أن نرصد وأن نبرز منجزات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي سخرت من خلال مشروع إصلاحي طموح لخدمة البحرين ولخدمة شعب البحرين. فأهلا وسهلا بكم جميعا، وأرحب كذلك بضيوف الكرام والذين نسعد برؤيتهم اليوم، الدكتور الفاضل مصطفى السيد والرجل الفاضل عضو مجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي الدوسري، وسعادة الشيخة الفاضلة نورة بنت خليفة الخليفة والتي يعرف عنها دائما السعي في عمل الخير، والأخ الفاضل والعزيز القس هاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية. فتكون البداية مع الدكتور مصطفى السيد. دكتور مصطفى، يعني نحن نريد أن يكون ملتقى اليوم هو أقرب للحديث دردشة من القلب إلى القلب. ففي خلال لقاء صحفي أخير تشرفت بأن جمعني معك، ذكرت لي بعض المشاهدات الجميلة التي يعني عصفت بك واستحضرتك في اللقاء عن جلالة الملك أثناء زيارتك الأخيرة إلى غزة. فنحن نريد اليوم أن تقدم لنا بعض المواقف البسيطة مع جلالة الملك، جوانب الإنسانية التي الناس لا يعرفونها من خلال زياراتك الملحمية والمكوكية إلى البقاع المنكوبة، ولنأخذ قطاع غزة باعتبار أن قطاع غزة هي جزء أصيل من المنظومة العربية والإسلامية وجزء أصيل مننا جميعا، ونريد أن نتشارك معك بهذه المواقف التي تبرز الجانب الذي قد لا يعرفه الناس في شخصية جلالة الملك حفظ الله ورعاه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي أستاذة فوزية زينل، أصحاب السعادة، أخواني أخواتي، في البداية أبارك لكم أعيادنا الوطنية وإنجازاتنا الرائعة، ومتمثلة طبعا في فوز البحرين في دورة الخليج، وأثبتنا نظرياً البحريني ما تغلبونه. بالنسبة للمواقف الرائعة لسيدي جلالة الملك كثيرة، وسعيد جدا أستاذ إبراهيم ذكرت غزة، لأن قبل أسبوع كنت في مؤتمر دولي حول مشاكل اللاجئين في الأمم المتحدة أمة البحرين،
وذكرت لهم ليش البحرين مميزة ومحبوبة بين العالم. يعرفون الأمم المتحدة في كثير من الصراعات بين الدول، فالبحرين من خلال مشاركتي حسيت أنها محبوبة بين الناس، ولها احترام لجلالة الملك احترام كبير، فهو القائد. أنا تكلمت عن المناظر اللي شفتها في غزة من جروح ومئات أو آلاف من الشباب أطراف مقطوعة، فحصلنا موافقة مباشرة من سيد جلالة الملك عن طريق سمو الشيخ ناصر أن نبني مصنع لأطراف صناعية. فهاي من الأشياء الجميلة في البحرين. بالنسبة لمواقف جلالة الملك، يعني أتذكر كنت موجود في غزة واتصل يتابع عن أحوالنا، لأنك رحنا أثناء القصف وكان معنا أطباء بحرينيين. ونفس الليلة الفندق اللي أنا كنت فيه كان مضروب وقطع اسمنت من السطح حوالي سريري، وكان واجب نروح لأن كان توجيه ملكي والظروف كانت صعبة، والبحرين أول دولة حسب بي بي سي دخلت مساعدات في غزة. فاتصل يطمن علينا، ومو أول مرة، عدة مرات نروح أماكن صعبة شخصيا يتصل. فقال في وين أنت الآن؟ قلت أنا في قال لي أبغى تروح مدرسة فخورة. قلت أنا في المدرسة فخورة، هاي يعني صار في ضجة إعلامية لأن كان قصف على المدرسة. وقال جلالتني يريد يبني المدرسة من جديد. فقلت أنا موجود في المدرسة ما في أي شيء. قال شو اللي صار؟ قلت لي صاروخ في حوش المدرسة وقتل 43 شابة وصورهم على الحائط حوالي، بس المدرسة ما في شيء. قال أنا أريد شيء حق غزة، أريد حق بخورة. فمن أفكار الجميلة ناقشته كناقش أي إنسان يعني في قمة التواضع. قلت في عندهم حوش كبير نقدر ناخذ 100 قدم في 200 نسوي مكتبة بالنهار الطلاب يستعملونها وبالمساء الأهالي، وحوالي 200,000 دينار نص مليون دولار على طول. قال توكل على الله وخلصوا. وخلصنا هذا يعني اتفقنا معاهم، وقابلت جون كينغ ممثل الأونروا نفس اليوم في يمكن المقهى الوحيد اللي كان فاتح في غزة، ما كان في أماكن أي مكان له خطر. فقلت له الملك يريد نبني مكتبة في فخورة، فوقعنا على ورقة واتفقنا معه ورقة عادية على أن يتم إجراءات رسمية لاحقة وبدنا. وهاي العملية البسيطة خلت البحرين تحصل على جائزة من أمير تشارلز في مؤتمر عالمي في غرانوفر هاوس في إنجلترا، لأنه رئيس الإغاثة الإسلامية رئيس البخري. فيوم كان مساء 16 ديسمبر سمو الشيخ ناصر ما كان يقدر يروح، فقال لي روح تعني. فيوم قدم الشيخ ناصر الأمير تشارلز الجائزة قال أنا أريد أكرم البحرين، لأن في أثناء القصف سعى السفير والناس متشائمين البحرين كان عندها الأمل بالسلام، كانت خطة لبناء مدرسة مكتبة أطراف صناعية، ولذلك احنا نكرم البحرين. ومواهب كثير يعني يتابع الأمور في غزة. مثل آخر أعطيك في الزعتري، أول ما بدأت الحرب السورية كثيرين كانوا يطلعون من الخوف من القنابل، البراميل على شكل قنابل، وما عرفوا وين يروحون، كانوا على الحدود الأردنية. جاءت الملك حس بحجم المشكلة،
فطلب مني أروح وأرجع له بيوم الثاني بتصور المساعدة سريعة. فرحت أنا وجيت اتفقت مع الهلال الأحمر الأردني إن نقدم لهم $1,000,000 الآن غذاء حق النازحين. قال لا ما أحب شيء. كنت أتكلم معه مع شيخ عمي عقبه. قال لا أريد شيء غير. قلت له إيش تريد طول عمرك؟ قال أريد مدارس. قلت له هي صحراء ما في حدود ما في أي شيء. والمشكلة يمكن تنحل بكرة. قال لا المشكلة كبيرة. نريد مدارس. واجتمعت في صندقة حق UNHCR. قلت له جات الملك أنا رجعني يقول أبغى مدارس. قالت فكرة جيدة. اختار المكان اللي تريده في الزعتري أي مكان تبغي. اخترت السنتر وهي موقع لرؤساء الدول كل اللي يروحون يزورون مخيم الزعتري من أكبر المخيمات في العالم يزورون مدرسة البحرين لأن أمان بالسور وكل الأشياء. وهالمدرسة خرجت ناس خرجت ملاك اللي جات البحرين قبل سنتين ثلاث وألقت كلمة في مؤتمر عالمي وقدام جاءت الملك هزت العالم بشخصيته. هالمدرسة اللي الآن يتخرجون منها يروحون جامعات عربية أوروبية مدارس البحرين. فهاي جلالة الملك هاي حكمته هاي أفكار رائعة. دكتور سأسألك سؤال أتمنى إجابة موجزة. إذن أنت تقول أن الإنجاز الإنساني لا يرتبط بمساحة البلد ولا يرتبط بمواردها. البحرين اليوم مثلا بلد صغيرة بجغرافيتها وبعدد السكان ومواردها المالية، ولكن أنا أستشعر من كلامك أن البحرينيون اليوم وتحت مظلة مشروع جلالة الملك إصلاحي وتوجيهات جلالته والغريزة الموجودة في المواطن البحريني الداخلية قادرون على أن يكونوا خير سفراء لبلدهم وأن يتركوا الأثر في الآخرين. شيء زين في برامج البحرين ان البحرينيين هم يشاركون هم يحضرون هم يروحون على الموقع هم يشوفون تشجيع من شيخ ناصر. شيخ ناصر بروح يروح يوم ما رحنا غزة هو كان بين الخيام في أماكن خطرة يعني ضد نصائح رجال الأمن الأمراء اللي كانوا معاه بس يروح ويشوف الناس وروحته مفيدة لأن عقب ما شاف الآلام الأطفال قال لنا سووا مركز للإرشاد النفسي وفعلا مركز صار مهم. صعوبة طبعا وزارة الصحة يقولوا لا متخصصكم وزارة التربية يقولون كيف من يشرف إلى آخر عملية صعبة. فسمينا المركز مركز البحرين للتحفيز والإبداع علشان الطفل يروح ما يحس إنه في مرض ولا شيء أمام هذا مرض نفسي. المواقف البحرينية المبادرات جميلة وتأثر. ومثل ما قلت لك أنا كنت في مؤتمر قبل 4-5 أيام أو أقل بعد يعني في الليل يوم ما سافرت علشان المؤتمر الاجتماعي قلت لهم عن إصرار جلالة الملك لبناء مدرسة مو مدرسة عادية 22 سنة ما عندهم مدارس في الصومال ما عندهم بنينا مدرسة للمعلمين. شوف الإبداع المعلمين هم بعدين إذا علمناهم نقدر نساهم في المدارس. سوينا أول مركز متعدد طوابق. البحرين أول دولة من 22 سنة بقيادة جلالة الملك بنت مشاريع متعددة الطوابق أول مرة. هاي شيء تاريخي. واحد كنت مع رئيس دولة ما أريد أذكر اسمه يقول بعد ما بنت البحرين هالمباني الكبيرة في الوقت اللي فيه صراعات بين أحزاب سياسية قوية ومخابر ومدير مشروعنا قتل يعني ما كان سهل بس ما وصلنا. فقال بعد البحرين احنا بنينا 6 مدارس. القائد هو اللي يشوف الشيء اللي ما يشوفنا الاخرين.
فلذلك احترام البحرين عالميا مو شيء بسيط. شكرا دكتور كفي توفي جزاك الله خير. ننتقل بسؤالنا للدكتور الفاضل عادل الدمخي الله يحفظه. دكتور بداية، ما العلامات الفارقة والجميلة التي تميز اليوم العلاقة ما بين قيادة والشعب الكويتي والقيادة والشعب البحريني؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. أولا أتقدم بالشكر الجزيل للنائب إشراف النشر إبراهيم بن فيعي على هذا الملتقى الحواري والمميز حقيقة، والفكرة البديعة ما رأيتها إلا هنا عندكم الحقيقة، مثل هذا الملتقى بهذا الترتيب وبهذه السمعة. شكر موصول للأخت معالي رئيس مجلس النواب فوزية زينل على رعايتها لهذا الملتقى ولجميع الأخوة المشاركين والحضور. بحرين والكويت علاقة تاريخية منذ التأسيس، وأبناء عمومة الكويتيين والبحرينيين يتميزون يمكن في الثقافة الحقيقة العالية والعلاقات المميزة. الكويتيين كانت البحرين بالنسبة لهم مأوى في حال الاضطراب وبعض العلاقات، يعني كبار تجار الكويت لما صار بينهم وبين السلطة خلاف لجأوا إلى البحرين، كانت هي ملجأ حقيقة لأهل الكويت، ويمكن بعض العائلات بقيت في البحرين حتى بعد رأس الصدع والخلاف، حتى كانت يعني هي اختارت البحرين لها موطنا. اليوم تتميز هذه العلاقة يعني الأخوية، والحقيقة يعني ملك البحرين يعني ليس مجرد جلالة الملك بن عم، بل هو نسيب كذلك لأهل الكويت، يعني فيقولون يكون نسيب ولا يكون قريب، فالعلاقة كبيرة جدا. اليوم نتكلم عن علاقة بين الكويت والبحرين، علاقة أخوة ولحمة، تمثلت هذه اللحمة في وقوف البحرين مع الكويت في أزماتها، ووقوف الكويت مع البحرين في كل أزماتها، وخاصة ما حدث في 2011. اليوم يمكن أنا حاولت أني أكون يكون لي مدخل. إحنا في الكويت يعني معلش معارضة يسمونها، وشوية دائما ندخل بقوة ضد يعني الحكومات، واستجوبنا 23 استجواب في مجلس الأمة الكويتي في هذا الدور يعني في هذا الفصل. لكن الحقيقة ما رأيت من تقدم في حقوق الإنسان في البحرين كبير جدا، ويمكن يعني في بعض الأشياء فاقت الكويت في مجال حقوق الإنسان. اليوم أنا أتكلم عن دعوة البحرين للجنة تقصي الحقائق من خارج البحرين ببادرة فريدة من نوعها، ولم تكن يعني في السابق، وأعطيت كامل الاستقلالية. حتى لما قرأت أنا هذا التقرير يعني استغربت من مدى جدية هذا التقرير، واللي زاد قرابتي أكثر خطاب جلالة الملك. خطاب جلالة الملك الحقيقة في استلام التقرير كان خطاب تاريخي، وأعتقد أنه وضع نقاط على الحروف عندما رحب بهذا التقرير وتعهد
بحل الأمور الذي في هذا التقرير والعمل بتوصياته. يمكن مما فاجأني ولم أجد في أي دولة خليجية أخرى وحدة التحقيق الخارج وحدة التحقيق الخاصة اللي أنشئت بقرار رقم 8/2012، وبعد اطلاعي على القرار رقم 26 لسنة 2013 هذه الوحدة فريدة من نوعها في نظر في حالات التعليم. وأنا كمشرع في الكويت سأخذ هذا يعني المثال لتشريع قانوني داخل دولة الكويت يشابهها إلى حد ما، لأنه صراحة فريد من نوعه في يعني التعامل. يعني إحنا اليوم مو مجرد مؤسسات حقوق إنسان ووحدات وغيرها، اليوم مدى قوة القانون العملية والتنفيذية، وهذا الحقيقة اللي رأيته في هذا في هذه الوحدة وسهولة الوصول إليها وسرية المعلومات مع شفافية التحقيق. يمكن يعني هذا كما قلت لك يعني ما رأيته في مجال آخر، لا لجنة تقصي حقائق يعني دولية تكون باسم الدولة وتنادى يعني اللي فيها ناس معروفين، على الأقل عندي الأستاذ بسيوني وعندي الدكتورة بدرية العوضي من الكويت، أنا أعرفها معرفة تامة في مدى استقلاليتها وقوتها في القانون الدولي، وغيرها من طبعا الأعضاء المميزين. أتكلم عن قاضي فيليب كيرش، هذا يعني من المعتمدين من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، والسير نايجل رودلي وغيرهم، يعني ناس يعني لا شك هذا. والأمر الثاني وحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية اللي سبقت الكويت فيها كذلك لحقوق الإنسان، احنا انشأنا بعد ذلك الديوان الوطني لحقوق الإنسان، كذلك المؤسسة الوطنية وسهولة الوصول إليها والتعامل مع الشكاوى. يعني عجبني مثلا في وحدة التحقيق الخاصة الحكم اللي تغير بسبب إثبات على كان متهم وحكم بحكم جنائي، وتغير هذا الحكم بسبب تحريات وحدة التحقيق الخاصة وأثبت أن هذا المتهم حصل له تعذيب وأن كان على خلاف وأخذ حكم بالبراءة بعد أن أخذ حكم نهائي. هذا ما وجد يعني عندنا في يعني لجاننا ومؤسساتنا الحقيقة مثل هذه الوحدة. كذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تحريها وفي قوتها واستقلاليتها وشروط التعيين فيها. يعني أنا شفت مرسوم جلالة الملك في المفوضين في هذه المؤسسة، شروط الحقيقة تعتمد على الخبرة وعلى التخصص وعلى يعني التعامل مع المجتمع المدني. اليوم هذه المؤسسة أنا جلست مع الأخوة فيها وكان في لقاء سابق، والحقيقة فيها من القوة وتحمل نفس يعني شروط المؤسسات المستقلة اللي يسمونها شروط مبادئ باريس، نفس الوحدة كذلك التحقيق الخاصة في مسألة التعذيب هي أخذت نفس الشروط العالمية اللي يطلق عليها مبادئ اسطنبول. كذلك في لجان حقوق الإنسان طبعا في مجلس النواب مجلس الشورى وإحنا تابعنا هذه اللجان، واليوم نتكلم عن جمعيات مدنية لها كامل الحرية في هذا البلد. في النهاية أنا أعتقد مدى حضارة الدول اليوم تتميز بمدى احترامها لحقوق الإنسان. ما في دولة بالعالم
تخلو من انتهاكات إنسانية. أي دولة يعني حتى الدول اليوم اللي يمكن اسكندنافية وغيرها اللي تتكلم عن الإنسان وقيم فيها انتهاكات فيها ما في دولة تخلى، لكن هو مدى استجابة الدولة. يقول جلالة الملك في خطابه في تسلم تقرير حقوق تسلم تقرير لجنة تغصب الحقائق، يقول إننا عاقدون العزم بإذن الله تعالى على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا عزيز، بل سنتعلم منها الدروس والعبر بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي. يقول عليه يتوجب علينا إصلاح قوانيننا لتتماشى مع المعايير الدولية تلك التي تلتزم بها مملكة البحرين حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها. وحتى قبل استلامنا لتقريركم بادرنا بتقديم مقترحات لتعديل قوانيننا لتوفير حماية أكبر للحق الأصيل في حرية التعبير وتوسيع مفهوم التعذيب لضمان تغطية قوانيننا الجنائية لجميع أنواع سوء المعاملة حتى تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما نظرنا في مسائل الخطوات والإجراءات القانونية في المحاكمات الجنائية وبالأخص في قضية الكادر الطبي التي يتم إعادة النظر فيها في المحاكم العادية. ويقول إضافة لكل ذلك فإنه سيتمكن أي متضرر من الاستفادة من بين عدة أمور من صندوق تعويض المتضررين الذي صدر قانونا بإنشائه مؤخرا. فيقول وحيث أننا وضحنا لكم اليوم إنشاء اللجنة بأننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء، فيعترف كذلك في وقوع هذا في بلده مؤكدين بأننا لن نضع أي عذر يقوم على خصوصية وطنية تستثنينا عن الغير. الحقيقة قدم تعهدات وعمل بهذه التعهدات، ويقول وفيما يتعلق بردود حكومتنا على النتائج والتوصيات الواردة في تقريركم فإننا نكرر بأن هذه مواضيع أساسية توجب التعامل معها بعجل وبدون أي تأخير. الحقيقة الخطاب أنا أعتبره خطاب إصلاحي، خطاب احترام لحقوق الإنسان وبعد ذلك عمل على تنفيذ توصياته. هذا باختصار يعني مقدمة. شكرا دكتور عادل، شكرا جزيلا. اسمح لي دكتور أن أضيف كذلك جزئية على كلامك. ما تفضلت بأن البحرين في العشر سنوات الأخيرة على وجه التحديد خطط خطوات فاعلة في مجال حفظ وصون حقوق الإنسان المواطن البحريني. نحن نرى اليوم النيابة العامة تصدر للصحافة عبر الإيميل إيميلات يومية أو يعني وفق الحدث تتكلم خلالها عن مستجدات القضايا في النيابة العامة. هناك شفافية واضحة من النيابة العامة البحرينية مع الرأي العام ومع الصحافة فيما يتعلق خصوصا بالقضايا التي يكون فيها إثارة أو جدل. فالباب اليوم مفتوح ما بين النيابة العامة ومع الرأي العام، أنه ليس لدينا ما نخفيه، وعلى العكس نحن اليوم نتحدث بوضوح في هذه القضية. لدينا اليوم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولدينا المفوضية لحقوق السجناء، ولدينا الكثير من المؤسسات التي تكفل الضمانة الكاملة للمواطن البحريني وللنزلاء في نيل حقوقهم العادلة بكل شفافية ووضوح. كل هذه المؤشرات تقدم صورة للعالم بأن البحرين تخطو خطوات صحيحة وخطوات ثابتة إلى الأمام في مجال حقوق الإنسان. دكتور شكرا لك. ننتقل الآن إلى سعادة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة. شرفتينا الشيخة، وإحنا الله يسلمك نبي تسلطي الضوء من جهتك عن مجال التنمية البشرية للمرأة البحرينية في عهد حمد بن عيسى حفظ الله ورعاه ملك البحرين، وشنو الانطباعات اللي أنت تسمعيها من الناس في هذا الجانب. تفضلي. طبعا في البداية أحب أعبر عن فخري واعتزازي بكوني مرأة بحرينية، وحققنا كمرأة بحرينية الكثير من الإنجازات، منها في المجال التشريعي أو في مجال العمل البلدي، وأكثر مثال نحن نفتخر فيه
معالي الأستاذة فوزية، وحضورها اليوم ودعمها لهذا المنطقة هو دعم كبير لنا، وأفتخر كوني بحرينية موجودة والفعالية تحت معالي الأستاذة فوزية. طبعاً مشروع الإصلاحي لجلالة الملك لعدة جوانب وفي أبواب كثيرة، ولكن أنا حابة أن أتكلم عن شقين. الشق الأول اللي هو الموارد البشرية بحكم عملي في ريادة الأعمال وإدارتي لمعهد بنايل وميد بوينت. ليش حبيت أذكر هذا المثالين؟ حبيت أذكرهم كمثال حي من جانب أي بحريني من خارج أي منظومة حكومية لو حاب يساهم أنه يكون جزء من هذه المنظومة وجزء من رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، وشلون يقدر أي مواطن بحريني أنه يكون جزء من هذه الرؤية. راح أتكلم أعطي 4 أمثلة في هذا الشيء، وراح أذكر الأمثلة عن نفسي أساس أن الناس ما تقول أن يبه الأمثلة من يعني من برا. المثال الأول، طبعا قبل 10 سنوات إحنا أطلقنا مبادرة معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل، وحظت بدعم من الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس الوزراء، وايضا كان تحت مظله وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه بمشاركه اكثر من 90 معهد و13 جامعه. هذا المعرض اطلقناه كان الهدف منه ان نوصل الشباب البحريني الى سوق العمل، وفي نفس الوقت نهيئهم للأعمال، ونفس الوقت نهيئهم أنهم يتصلون بالجامعات اللي تناسب تخصصاتهم. والحمد لله توفقنا في تدريب وتوظيف من 800 إلى 1000 بحريني، طبعا بالتعاون مع 90 معهد، طبعا مع رؤية 2030 لمملكة البحرين. تمكين أيضا كان لها جزء كبير داعم. بعدها في مسيرتي أسسنا معهد بنايل. في معهد بنايل قدرنا مع توجيهات وزارة العمل وتمكيننا احنا كمعاهد قدرنا ان نوصل في تدريب البحرينيين، وبعض قصص النجاح اللي قدرنا ندرب البحرينيين في احد القطاعات الخاصة قدرنا نرفع سقف البحرينيين من 30 إلى 50%. طبعا ما ملزوم عليهم انهم يوفون اكثر من 30%، ولكن احنا قدرنا ان نوظف الى 50%. فهذا كقطاع خاص بحد ذاته يعتبر مثال ناجح للقطاع الخاص في ظل رؤية جلالة الملك في تمكين موارد بشرية، بحكم ان احنا دولة كثافتها السكانية عالية، بحكم من الأهداف اللي تم وضعها في الخطط التشريعية كانت أن يساهمون في رفع سقف الرواتب إلى الضعف، وهذا فعلا اللي قاعد يصير. وأيضا في قصة نجاح من معهدي أنا أتكلم، ترافلكس جربوا التدريب في مملكة البحرين ورفعوا التقرير إلى الهيد أوفيس اللي هو مكتبهم الرئيسي، وبعد ما عجبهم العمل التدريب اللي احنا اقمناه في البحرين، اليوم احنا قاعدين ندرب في المعهد في تركيا، في الكويت، في عمان، في السعودية، وفي الامارات، وكلها بكوادر بحرينية. فاليوم انا مسكت شق واحد فقط اللي هو الموارد البشرية وتمكين البحرينيين انهم يتطورون في السلم الوظيفي ويتطورون في مجالات ريادية ومجالات عملهم. وفعلا احنا كمعاهد بحرينية قدرنا ان نوصل للعالمية فقط مجرد رؤية احنا اتبعناها. احنا كنا ضمن هذه المنظومة، وكأفراد كريادة اعمال قدرنا ان نوصل لهذا المستوى بدعم من تمكين وبدعم من وزارة العمل وبالرؤية اللي تم اتباعها لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد. هذه طبعا من جانب الموارد البشرية. راح أعطي مثال ثاني في العمل التطوعي.
اول ما بدات العمل التطوعي بدات مع المؤسسه الخيريه الملكيه طبعا بدعم من سعاده الاستاذ مصطفى السيد. وهو كان يعني بداياتي يعني قبل 12 سنه هو كان يعطينا الحافز كافراد وكمؤسسات صغيره ان شلون نقدر نساهم حتى ونكون جزء من المؤسسه الخيريه الملكيه كقطاع خاص. وهذا الدعم والحافز اللي اعطاني الاستاذ مصطفى الدكتور مصطفى السيد خلاني اليوم اوصل الى ان اكون ضمن منظمه اليونيسيف العالميه واساهم في تمثيل مملكه البحرين في محافل دوليه. وما كنت بقدر اوصل لليونيسيف لو ما كان عندي بروفايل وعندي اعمال سابقه في مملكه البحرين. لو ما كان عندي عمل تطوعي موجود في داخل مملكتي ما كنت بقدر اوصل الى مخيمات اللاجئين ولا سيتم اختياري اني انا اكون في ضمن هذه الاعمال امثل مملكه البحرين في هذه المحافل. ايضا من جانب اخر اللي حابه اذكره هو ان دائما لما في مثل هذه المؤتمرات احنا نشوف الجانب الحكومي لهذه الرؤيه، ولكن جميل جدا ان نشوف الافراد حتى لو كانوا من مؤسسات صغيره او حتى افراد شلون هم قاعدين يتاثرون بهذه الرؤيه وشلون احنا قاعدين نطمح ان نكون جانب في هذا الشيء. والحمد لله اليوم بفضل قيادتنا الرشيده وبفضل القاده اللي موجودين في الجهات الحكوميه والخاصه منها وزاره العمل اللي قدرت ان تثق في القطاع الخاص وتشاركه يكون في شراكه مجتمعيه بين القطاع الخاص وبين القطاع الحكومي اساس كلنا نمثل البحرين بشكل ايجابي وبشكل جيد. شكرا سعادة الشيخة نورة على مداخلتك اللطيفة والخفيفة. وفي تطرقك لموضوع النجاحات اللي حصلت في عهد جلالة الملك على صعيد العمل البرلماني ووصول أول امرأة بحرينية اليوم إلى رئاسة البرلمان سعادة السيدة فوزية العبدالله زينب، يسعدنا من سعادة السيدة فوزية وهي موجودة أن نأخذ منها كلمة أو مداخلة على هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لازم أبدأ وأقول لكم شكرا على حضوركم لهذا المنتدى اللي يحمل اسم جلالة الملك القائد الإنسان. نعم إنه رمز للإنسانية بكل تفاصيل العطاء والتواجد في كل المجالات. يعجز الوقت والكلام بأن نجسد كل تلك الإنسانية وتلك المجالات الكثيرة التي يعمل بها جلالته في هذه السويعات، ولن أقول الدقائق، لو كانت سويعات أو مجلدات لما استطعنا أن نوجز كل ذلك. ولكن فيما يخص المرأة أيضا لولا رؤيته الثاقبة ورغبته الأساسية في أن يعمل كل مواطنين مملكة البحرين رجالا ونساء من أجل خدمة المجتمع لما حصلنا نحن النساء على كل هذه الحقوق. لم يكن ينقصنا قبل المشروع الإصلاحي لجلالته إلا حقوقنا السياسية التي حصلنا عليها بالميثاق العمل الوطني في الترشح والانتخاب، وبذلك استطعنا أن نترجم مشاركتنا في الشأن العام في المجال التشريعي والسياسي. ولم يكن لي الأمل كامرأة أن أصل وأن أكون مع زملائي الرجال لولا الوعي الذي يتحلى به المواطن البحريني، فثقة المواطن البحريني ورؤيته للمواطن على إمكانياته وقدرته في تحمل المسؤولية بغض النظر عن نوع الاجتماعي هو الذي جعل 6 نساء يصلنا إلى قبة البرلمان. ثم ثقة زملائي السادة النواب بعد طبعا ما فزنا في الانتخابات منحوا السيدة والتي متمثلة فيني أنا شخصيا بتحمل مسؤولية موقع رئاسة المجلس، الذي أتمنى حقيقة أن أكون عند حسن ظنكم جميعا وأن أستطيع أن أساهم ولو كانت مساهمة بسيطة في المسيرة الديمقراطية من أجل تحقيق الرؤى الثاقبة والجميلة لجلالة الملك لكي يكون المواطن البحريني هو على قمة الهرم وهو الذي يعني ينعم بخيرات هذه البلاد.
البيئة جدا صديقة. الآتي هذه كلمة جلالة الملك أجمل، ونحن نعيش الأجمل وسيأتي الأجمل إن شاء الله. لكم كل الشكر. اسمحوا لي الآن أنتقل بالسؤال إلى سعادة القسهاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية. قسهاني، من الملاحظات الجميلة في البحرين أنك اليوم حين يعني ترى في العاصمة المنامة، ترى في مساحة كيلومتر واحد الكنيسة، يجاورها المأتم ويجاورها المسجد ويجاورها المعبد، في تشكيلة سيمفونية جميلة قلما تراها في المنطقة. فكيف تقرأ هذه اللوحة يا سعادة القس؟ أنا بشكركم كثير جدا جدا من كل قلبي لأنكم دعتوني أن أنا أكون معاكم. شكرا. كان مفروض أن أنا أكون جالس بستمع، لكن شرفتوني أن أنا أكون بشارك بأفكار. حقيقي شيء مؤثر جدا 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 جوايا انه شخص مسيحي قسيس يجد كل الترحيب وكل الحب وكل الاحترام من شعب البحرين الكريم، وبشعر فعلا انه انا مش في بيتي الثاني ولا وطني الثاني، انا في وطني الاول وفي بيتي الاول. في كل وعظاتي في الكنيسة أو في الأحاديث العامة بقول للناس اللي بيسمعوني، يجب أن تكون أمين للبلد اللي تعطيك كل الخدمات، تكون أمين للبلد اللي موفرة لك الأمن والأمان لي أنت وأسرتك وأولادك. فأنا أشعر أنه في دين في عنقي اتجاه البحرين، وأنا هنا من 20 سنة في البحرين، وبشعر فعلا العنوان اللي وضعه المسؤولين عن هذا المنتدى، جلالة الملك هو الملك والقائد والإنسان. اسمحوا إن أنا أضيف حاجتين تاني، هو كمان أب وهو زعيم. قبل ما أخذ الجنسية البحرينية واللي شرفني بيها جلالة الملك، بقيت أول قسيس بحريني، وما أقدرش أقول لكم شعوري قد إيه حقيقي بامتنان وبولاء، وبشعر دايما إنه هذا التكريم هو تاج على رأسي. في كل مرة بستخدم جواز السفر البحريني للسفر وللمجيء، بشعر أنا وأسرتي قد إيه إحنا ممنونين لهذه البلد، وقد إيه جلالة الملك لما يعطي الجنسية لقسيس في بلد إسلامي، قد إيه بيعبر عن شخصية هذا الملك وعن أصالة الشعب، شعب البحرين الأصيل، شعب البحرين المتمسك بدينه، المتمسك بمبادئه، المتمسك بثقافته، والمنفتح على كل الحضارات. جلالة الملك لما تقلد مقاليد الحكم في 6 مارس 1999، وبدأ بالمشروع الإصلاحي، ومن 99 ل2019 لقينا قد إيه التطور والزيادة وقد إيه الرؤية الكبيرة اللي بتضاف كل ساعة في هذا المشروع الإصلاحي. الكنيسة اللي بنتمي بيها اسمها الكنيسة الإنجيلية المصلحة، وكلمة المصلحة يعني الكنيسة التي أصلحت، وأيضا الكنيسة التي تصلح. فالمشروع الإصلاحي هو أصلح أمور كثيرة. وإلى الآن وغدا وبعد سنين طويلة يبدأ هذا المشروع، هو مشروع إصلاحي يصلح من نفسه ويضيف.
تشرفت جدا جدا بمعرفة معالي الأستاذة فوزية قبل ما تنتخب لرئيسة البرلمان. وبعد ما انتخبت كنت عمال أفكر هل المركز هيغير منها، هيغير من بساطتها وعمقها وتفكيرها وترحبها ومحبتها للناس. لكن معالي الأستاذة أنا بشكر ربنا جدا جدا أنه أنت زي ما أنت، المركز ما غيرش منك، وإحنا ندعي ربنا أن ربنا يحافظ عليك مع كل إخواتنا وأخواتنا الأعضاء. قساني إذا تسمح لي بس نشكرك على هذه المداخلة الجميلة، وأنت من البحرين تعتبر في كل الأحوال، نريد أن تقدم لنا رؤيتك عن نموذج التسامح والتعايش في البحرين. نحن نرى اليوم كل الطوائف الدينية موجودة في البحرين ويحملوا الجنسية البحرينية، اليهود والبهائية والمسيحية وغيرهم، ونسمع في سابق حديثي في المنامة يعني مدرسة جميلة تقدم دروس مستفادة للداخل والخارج في رؤية جلالة الملك وفي أخلاقيات واحتضان البحرينيين للآخر، المعبد والكنيسة والمسجد والمأتم وغيرها تجدها في مساحة لا تزيد عن نصف كيلو أو كيلو. كيف تقرأ هذه الصورة طال عمرك؟ عدد المسيحيين فيها قليل وقلة، لكن يوجد في البحرين 18 كنيسة وأكثر من 100 اجتماعات في البيوت وفي الفنادق في الفلل، والكل بيمارس عبادته بكل أريحية وبكل حرية. بلاد كتيرة حوالينا عدد المسيحيين فيهم يفوق الملايين، ولكن دخولك للكنيسة بتشعر انك انت داخل كأنه مركز شرطة، تفتيش وبوليس شرطة. لكن هنا في البحرين في أي وقت بتدخل الكنيسة، بتدخل دور العبادة، بتمارس حريتك بكل أمانة بكل محبة بكل حرية. اللي بيحفظ دور العبادة في البحرين هم أهل البحرين، لأنه متمسكين بعاداتهم وبتقاليدهم وباحترامهم لكل الأديان ولكل الحضارات. والقانون البحريني والدستور البحريني بأنه حافظ على حرية الأديان وحرية العقيدة. مركز جلالة الملك لتعايش السلمي قد إيه بيمثل نقلة حضارية في التسامح وفي التعايش وفي قبول الآخر، حتى أنه بلاد حوالينا كتيرة جدا ابتدوا ياخدوا مننا هذه الأفكار وبيدفعوا ملايين ملايين الدولارات علشان مؤتمرات معينة، علشان يوصلوا لدرجة معينة من التسامح والتعايش. ولكن الشيء الرائع جدا في البحرين إنه ثقافة التسامح والتعايش هي من الأجداد إلى الآباء إلى الأحفاد، فهي ليست بجديدة على البحرين. جلالة الملك هو ملهم لعملية السلام، لولا انه جلالة الملك في كل خطاباته في كل كلماته بيدعو للسلام ولقبول الاخر، لولا انه انا اكون موجود في هذا المكان، لولا انه يكون الكنائس والمعابد بتمارس حريتها او عبادتها بكل حرية وبكل اريحية. يعني انا مو عايز اطول عليكم، لكن التسامح والتعايش في البحرين فعلا أصل أو أصيل، فكر أصيل ومتأصل في البحرين وفي شعب البحرين الكريم،
اللي في كل مرة أسرة من أسر الكنيسة بتنهي عملها وتذهب إلى بلدها، قد إيه المراسلات وقد إيه المكالمات، قد إيه الحزن اللي جواهم إنه تركوا البحرين، قد إيه البحرين شكلت فيهم وأثرت فيهم، حتى إنه يكلموني من فضلك ساعدنا نرجع تاني البحرين، عايزين نشوف يوم واحد من أيام البحرين. المقيمين في البحرين هم صوت البحرين خارج البحرين، هم صوت البحرين في بلادهم، لما بينهوا هنا عملهم وخدمتهم بيذهبوا إلى بلادهم وبيعطوا صورة حقيقية عن البحرين للتسامح والتعايش والمحبة. ندعو دايما للبحرين أنها تتقدم، ندعو دايما لجلالة الملك بالصحة والعافية والحكمة، ولشعب البحرين الشعب الرائد الشعب العظيم الشعب الأصيل. ومن كل قلبي زي ما قلت في الأول، مهما قدمت للبحرين من مؤتمرات خارجية بأدعى إليها أو من وعظات مع أناس أجانب، وكلامي عن البحرين بكل قلبي ويشعروا فعلا إنه هذا الكلام أو تأثيره، إحنا نفسنا نيجي البحرين ونشوف قد إيه الكلام اللي بتقوله دوت صحيح. ناس كتيرة جدا جم وزاروا البحرين من الأجانب اللي كلمتهم واللي سمعوا عن البحرين، وقالوا لنا فعلا إنه الكلام اللي سمعناه عنكم عن البحرين أقل جدا جدا من اللي إحنا شفناه ولمسناه. شكرا. شكرا يا قساني، ما قصرت. واسمحوا لي اخذ مداخله للاخت الفاضله طاهره جابري، والاخت طاهره جابري هي شرفتنا اليوم مع زوجها الاخ العزيز عنايه جابري، وهي من الطائفه البهائيه. ناخذ بس مداخله منها عن تجربه الطائفه البهائيه في البحرين ورؤيتها لمنظومه التسامح والتعايش. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكرك استاذ ابراهيم على هذا السؤال الجميل، لأنه أعطيتنا فرصة عشان نعبر عن مدى حبنا الصادق لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة. فنحن البهائيون مواطنون بحرينيون، فنفتخر ونعتز برؤى وتوجهات جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على تثبيت أو ترسيخ قيم التعايش والتسامح في مملكتنا الغالية. فأنا بصفتي بهائية في هذا المجتمع انولدت وترعرت وتعلمت في هذا المجتمع، وما حسيت ابدا باي فرق بيني وبين غيري او من يخالفني في الدين. فنحن الحمد لله البهائيون، واشكر بعد قسهاني اللي هو عبر عن بالنيابه عن كل الاديان اللي في البحرين موجودين، عن يعني حريه الدين والعقيده في البحرين، واحنا نمارس يعني طقوسنا بالأمن والسلام وبأريحية، وما نحس بأي ضغط اتجاه أي دين لنا. شكرا. شكرا على حضوركم اليوم، تشرفنا بلقائكم وتشرفنا بمشاركتكم، والشكر كذلك موصول للدكتور مصطفى السيد وللدكتور عادل الدمخي وللشيخة نورة بنت خليفة الخليفة وللقس هاني عزيز. ونسمع، نحن اجتمعنا اليوم على الحب وعلى محبة البحرين، نأمل من الله عز وجل أن يكرم مثل هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات التي نعزز من خلالها ولاءنا ومحبتنا للقيادة وللبلد ولجهات الملك حفظ الله ورعاه. ونجدد لكم الشكر مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبتدي الآن.